السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 63 كتاب النشاط يونت 4 لسن 1. لسن 1 هنا شو يقول لي؟ يقول لي write the letter write the letter of the paragraph، اكتب رسالة اكتب رسالة الفقرة. where you think أينما أنت تعتقد you'll find each fact، أينما تعتقد أنك يعني وين راح تلقي الحقيقة اللي تدور حولها هذه المسألة. then read the article، ثم أقرأ المقالة. هسه راح نشوف أعزائي. number one يقول people who take a gap year، الناس اللي يأخذون سنة تفرغ، often leave their country، عادة ما يتركون بلادهم. هاي وين نلقاها أعزائي؟ نلقاها paragraph 2. هاي نلقاها paragraph 2. طيب in 2004 about 250,000 young people، حوالي 250 ألف إنسان، decided to take a year to take a gap year، قرروا يأخذون سنة تفرغ in the UK في المملكة المتحدة بريطانيا. هاي وين نلقاها؟ نلقاها paragraph 1، فقرة 1. طيب people who take a gap year، الناس اللي يأخذون سنة تفرغ، can learn things، يمكنهم أو يستطيعون تعلم أشياء that help them، يمكن أن تساعدهم to get a good job، في الحصول على وظيفة طيبة أو وظيفة جيدة. هاي وين نلقاها؟ نلقاها paragraph 4. there are a lot of organizations، هناك الكثير من المنظمات أو المؤسسات that can help young people، التي يمكن أن تساعد الناس الشباب plan their gap year، في التخطيط لسنة تفرغهم. وين نلقى هذا الحكي أعزائي؟ نلقاه paragraph 3. لاحظونا أعزائي، يقول write the letter of the paragraph، اكتب رسالة الفقرة. where you think، أينما أنت تعتقد أنك يمكن أن تجد الحقيقة، حقيقة اللي هاي يعني هاي الأشياء اللي موجودة، هاي الحقيقة اللي هنا مثلا، أنت وين تلقاها بيا فقرة؟ وين موجودة؟ أنت تكتبها. then read the article، ثم اقرأ المقالة، اقرأها حتى تطلع عليها أكثر وتأخذ فكرة. طيب read the article again، اقرأ المقالة مرة أخرى. and answer the questions، وأجب على الأسئلة. what kind of things، ما نوعية الأشياء، do young people، التي الناس الشباب do يقومون بها during أثناء gap year، أثناء سنة تفرغهم، شو يسوون؟ شنو هي الأشياء اللي يسووها الشباب عندما يعني في سنة تفرغ مالتهم أثناء ما يقضوها؟ they work with charities، هم يعملون مع المؤسسات الخيرية، الإحسان هاي تصير الأعمال الخيرية. example مثلا building houses، بناء منازل أو بيوت، or teaching أو التدريس أو التعليم. learn new sports أو تعلم رياضات جديدة، or travel أو السفر أو التنقل أو الترحال. طيب number two يقول لي what do you need to do، ماذا أنتم تحتاجون to do لكي تفعلوه before، قبل you take a gap year، قبل أن تأخذون سنة تفرغ. plan the year well، التخطيط للسنة بصورة جيدة. plan the year well، التخطيط للسنة، تخطيط للسنة بصورة جيدة. well لاحظوا انه قبل السنة اعزائي حطنا ذا، لان السنة مميزة، صارت مميزة. شنو هي gap year؟ gap year عرفناها بعد فانطيناها ذا، مميزة بعد صارت. well ظرف اللي هو يقول الجود مال الويل، الجود مال الويل هي الادجكتيف الصفة، بينما هنا الويل ادفيرب يجي ظرف يجي في اخر الجملة. طيب نمبر 3 وات ار ذا ادفانتجز، وما هي المناقب، ما هي المناقب او المميزات او الخصائص الجيدة، الخصائص او المميزات اوف تيكينج جاب يير، لاخذ سنة تفرغ. شنو هي الامور الجيدة، المحاسن، advantages، المحاسن او المناقب او المزايا اللي اخذ سنة تفرغ. it helps you، انها تساعدكم to find out، to find out هنا هذا تي اعزائي، هذا هنا تي، find out في اكتشاف، what you like، ماذا انتم ترغبون او تحبون، and what you are good at، وما انتم جيدون فيه، شنو الاشياء اللي انتم جيدين بيها. you can learn، يمكنكم او انتم تستطيعون تعلم things، learn things، meet people أو اللقاء بالناس، and see the world، ورؤية العالم. ما ننسى، نخلي نقطة أعزائي، نخلي نقطة بالأخير، هذا الشيء ما ننسى. طيب number four يقول you would you like to take a gap year، why not؟
لا سؤال طبعا هذا جوابه عليكم أعزائي، يقول لي إن سؤال لكم، يقول لي would you like، هل ترغب في أو هل ترغبون to take a gap year، في أخذ سنة تفرغ ترغبون؟ لو جاوب لي yes لو no، زين why، لماذا، شنو السبب، شنو السبب، وإذا ما تريد why not، ولما لا، ليش لا، ليش ما تريد تروح؟ طيب سي يقول لي work with a partner، اعمل مع شريكك او زميلك، write a synonym and two antonyms for rise، اكتب هنا synonym اللي هي المرادف اللي تاخذ نفس المعنى، synonym مثل rise يرتفع او يصعد، synonym مالتها المرادف اللي تشابه المعنى go up يصعد او يرتفع او يزداد، تلاحظون عزائي، and two antonyms، and two antonyms و مضادات يعني الاشياء اللي خلينا نقول معاكسات، معاكستين اثنتين for rise لكلمة rise. هنا نشوف مثلا كلمة rise شنو المرادف الكلمة تشابهها بالمعنى هي شنو، هي go up. طيب synonym مالتها هي go up. طيب عندنا antonyms، ما ليش الانتونيمز، عندنا fall السحاب. نلاحظ اعزائي انه كلمة rise يرتفع، synonym المرادف مالتها هو go up، ولو نختار مثلا احنا كلمتين اثنتين حسب ما مطلوب، كلمتين اثنتين المن معاكسات، انت تذكرون مرت عليكم كلمات المعاكسات اللي هي opposite تجي معاكس، بس هنا انتو شوية اتطورتوا شوية، عبرتوا مرحلة نعطينا كلمة antonyms المضادات المعاكسات، الكلمة اللي تقابل المعنى المضاد. هسه انا عندي المعنى المضاد اللي كلمة rise اللي عكس كلمة rise يرتفع، fall ينخفض، fall الاحظ ينخفض او في حالة تدني ينخفض، fall ينخفض او ينحدر، go down ينخفض او ينحدر ايضا، تلاحظون اعزائي rise يصعد او يرتفع، وfall ينخفض، go down ينخفض او ينحدر، نفس المعنى تلاحظون اعزائي. طيب انتهينا من هذا، راح نروح على دي، يقول work in pairs، اعمل على شكل ثنائيات انت وصاحبك، student A الطالب A ايش راح يسوي، use the words in the exercise C، استخدم الكلمات في تمرين C اللي هو هذا تمرين C، to ask لكي يسأل and answer لكي يسأل ويجيب عن الأسئلة، and complete your table وعن إكمال your table جدولكم، table هذا الجدول، with arrows يكمل الجدول ب arrows بالأسهم اللي موجودة. student B ايش راح يسوي، turn to page يروح على page 64. طيب هنا يقول لي changes in tourist visits in the last year، التغيرات in the tourist visits في الزوار، عدد زيارات السواح in the last year في السنة الماضية، in the last year. طيب هنا country نعطيني البلد، number of visitors عدد country البلد، numbers of visitors عدد الزائرين، France في حالة شنو، في حالة ارتفاع، Spain في حالة ارتفاع، United States في حالة انخفاض، الزوار اللي زاروا هاي البلدان، تلاحظون أعزائي هاي الأسهم الصاعدة اللي فوق rise ودولة United States go down، عندنا country هنا البلد واسماء عدد الزوار، ولو نرجع احنا للبيج 64 شرحنا نلقى تشاينا اللي راحوا لتشاينا في حالة ارتفاع، واللي مكسيكو وايطالي في حالة انخفاض للزوار. اعزائي انتهت الصفحة 63 والى لقاء.